بخير عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي قناة سويت انجل. ان شاء الله هذا الفيديو سيكون في احسن الاحوال وتمام الصحة. نوجد في وصفة حاجة حلوة وهي الكخافي او شوكولا، عبارة كيما كوكيز يجي مشقق. قبل ما نبدأ الوصفة نتمنى كل واحد دخل شاف محتوى تاعي وعجبه يدير اشتراك وما ينساش يدق على الجرس باش يوصلوا كل جديد، واللي دخل شاف الفيديو ما ينسناش باللايك والبارتاج. المقادير كالتالي: عندي 100 غرام زبدة، عندي 30 غرام كاكاو، عندي 120 غرام سكر، عندي 120 غرام فارينة، عندي 2 تابلت شوكولا، 200 غرام شوكولا نوار، عندي 3 بيضات، عندي ربع مغرف صغيرة خميرة الحلوى ومغرف فاني. نديروها نحكمو الشوكولا تاعنا، نكسروها نزيدو السكر ونزيدو الزبدة، نحطو على باماغي تدوب. مع باماغي نقعدو نحركو فيهم بشوية حتى يدوب كلش. هاي دبتي الشوكولا، عملتي شوية زبدة تدوب، نقعدو نحركو هكا، نقصو الغاز كامل ناقص. راني طفيت على الغاز، تقعد شويه قعدت شويه زبده تو مع السخانه هذيك، ما تبيض كلش. دوك نحي من فوق النار نخليه يبرد شويه ونكمل الوصفه تاعنا. حنا خليط الشوكولا بالزبده من النار، خليه يبرد شويه. دوك كنغرفش الكاكاو تاعي، خلينا راهي مغربة مسبقا. نزيد معاهم ربع مغرف خميرة، نغربلهم مليح. كسرت البيض تاعي حتى بيضات، نحطهم الفاني ندربهم. ليجيرمون دابور ليجيرمون بس كي تخلط، خلط البيض. نجيبو خيط الشوكولا، نصبو نخلطو. مليح البيض مع شوكولا والزبدة، نقعدو نخلطو هكا حتى ينتج مليح البيض معاه. دوكا نحطو خليط الكاكاو والفارينة ونطمو العجينة تاعنا. وجد الخليط تاعي حكي كل قاوة تاعو، دوك ندخلو نغطيوه وندخلو الفريجيدار يرتاح لنا زوج سوايع كاملين باش نقدرو نشكلوه. نغطيوه بابيسين
لا بابي في مخلوة في الشتار تريح زو سوايا اون كونتاكت خير نخليه يرتاح لنا زو سوايا تأكد زو سوايا في الجدار يرتاح لنا ونكملوا الوصفة تاعنا. ارتاحت العجينة زو سوايا جمدت وجدت كوكلاتي وجدت كيني وغدت كبابي كويسون والكوشة سخنت على 180 درجة. غادي نبداو نشكلو العجينة تاعنا شدت روحها يبست جيبو نور نحطهم في سكر كلاسي نحطوهم في سكر كلاسي. الحاج كيما تحبو نتوما تحبو تصغروهم تحبو تكبروهم. نكملو كامل العجينة تاعنا ونرجعو دركا ندخلها للفور فور مسخن 180 درجة تقعد لي 15 دقيقة. من الأحسن نحطو منبه. الخاتم تاعي خرجو من الفور نخليه 5 دقايق 4 دقايق 5 دقايق يبرد شوية ساعدا نحطو فوق انكري. راه وجدو لي كخاكلي تاعي او كوكيز براونيز كخاكلي جاو هايلين ان شاء الله تجربوهم. قدمتو مع لي او شوكولا او شوكولا شوت مليحة لوليداتكم جربوهم ان شاء الله. واش هنقولكم لا تكون الفيديو دون لايك وبارطاج غيبقاو على خير. سلام.